السلام ورحمة الله. نعرفوا الاسم ديال الحوت. السيدي 15 درهم 13 درهم. بشحال مولف كيكون؟ كيكون 3600 اليوم داير 4400. يعني طلع شويه. طلع ولد مولاي احمد كيدير جوج ماركات كيمشي ويجي مول الطوموبيل. هادشي دابا على حساب الطلب. على حساب الطلب. الطلب هو اللي كيخلي. هو اللي كيخلي. هو اللي كيتعلم. اللي عطينا الجوده ديال الاسماك نقربوا شويه لها. كاين قرب شويه عطينا شي كاين بحال دابا 300 درهم 360 300 حنا نشوفوا الجوده جديده ما كاينش جديده مليحه يلاه شي مواله شي موال هاي بحالك البوليت وصحاب ميرنا صحاب الشرقو ادور المعلم دور في رمضان كاينه اسمينه باهظه اسمينا ماشي في المستوى ديال المواطن خلي الاسم نطلع العباطره ديال البيع والشراء العباطره ديال البيع والشراء كيدخلوا الطوناج كيخزنوه كيخرجوك شي حاجه قليله وكيصمروا البنادم خذ اللي كتقول كيخزنوه بغينا نعرفوا هذا واش جديد هذا ديال المحمديه تبونيتو ديال هنا كاين الحوت ديال الدار البيضاء كاين الحوت ديال اكادير كاين الحوت ديال الصحراء كل شيء كاين وكله ثمنه كتبيع الكيلو ولا الوحده ولا كنبيع الوحده نبيع الكيلو بحال بحال الوحده الوحده هنا 1000 ريال 50 درهم 50 درهم مغرب اليوم كامل معترف به دوليا هذا الثمن ضروري 50 سنه ديال الثمن بالنسبه للاسماك اللي كاينه ديما كاينه بالنسبه لرمضان كاين اسماك متنوعه كيكون ديما حاضر الصول ميرنار كروفيت كالامار سي بي لاسيش كاين القرب كاين البواجو اللي كيكون عليه طلب كثير بالنسبه للقلي وكاين السرديل وكاين الشرن وليزونشوا وجميع الانواع كتكون عندنا وكاين حتى ليمول بوزروك كنقولوا بالدارجه بوزروك يعني الماء البحرار معنا قيدون باعي الاسماك هنا بالمحمديه بغينا نعرفوا واحد التاريخ على هذا السوق هذا والسوق راه ما يعلم به الا الله والله يصاوبها من عند الله هذا الشيء اللي نطلبوا شنو اللي خاصكم في السوق هذا السوق كل شيء خاصنا به ايوا حتى تشوفي انت نيتو ونضر في هذا السوق. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفاش جاتك الأثمنة ديال الأسماك هنا في السوق ديال البادية؟ واخا الأثمنة لا بأس بها ما بهاش. ما بهاش. صراحة ما بهاش. ولكن بالنسبة للإنسان مسكين شوية سميتو شوية قاصر. كي كتشوف الجودة ديال الأسماك هنا؟ والجودة مزيانة. 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 ميكتي أنا يا راه تقديتي. الجودة زعما كاينة مزيانة. Move on, 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 move on